جسر الحرية يربط بين الجانب الأيمن والأيمن، نقل، مواصلات، اقتصاد، حركة، تواصل بين الجانب الأيمن والأيسر. يعني احنا نطالب انه يكملون باقصى سرعة. اكيد الازدحامات يعني ان شاء الله خفت يعني شيء بنسبة، بس نريد بعد اكثر. جسور بين الجانب الأيمن والأيسر، الحركة بين على مود الطلاب، الروحة الجاية، اريد انه يباشرون به، لان يعني الجسور هذولنا ما يلاحقين الروحه والجايه. طلباتنا من الحكومه نرجو منهم يصلحون لنا الشوارع، هاي الخدمات، الجسر، هاي جسر الحريه، خلي يمشون به شويه يعني يلحقون على المواطن. والله جسر الحريه يفيد السايدين يعني الايسر والايمن. وبنفس الوقت ما شاء الله خير من الله والله كريم وان شاء الله خير. طلباتنا من الحكومة تنفذ انها الجسور تعدلها ترتبها، والله يخفف الزخم عن العالم، ونطالب يعني بإعادة تأهيله بأسرع وقت جسر الحرية إن شاء الله. أنت تشتغل تاكسي؟ أي نعم. هسه تروح تيجي على الأيسر والأيمن؟ والله أشتغل رايح جاي، صار لي 9 سنين أشتغل بالشارع. إذا بيتحط الجسور تفيدكم أنتوا التاكسيات؟ طبعاً إحنا ازدحام يضرنا ما يفيدنا. احنا سواق تاكسي وتعرف انت الوقفه همين تاخير كل وقت علينا. مطالباتكم الحكومه؟ والله بس تسهيل الامور وتبليط شوارع الجانب الايمن، شوارع الجانب الايمن فرد مره تعبانه. وجسر الحريه. يعني هذا اهم شيء. والله انت ربط يعني بين المدينه اللي عندك الجانب الايسر والايمن، الضغط اللي يصير هسه على الجسور والبقيه يعني الحريه اذا تاهلوا وشغلوه اكيد يعني راح يخفف بنسبه 30% نقول من الزخم والضغط الموجود بداخل المدينه. فنطالب والله انه يرجعونا شويه، يقل الضغط على الجسور، الازدحامات هاي كليتها تخف. عندك الطلبه الموظفين جاي يعانون معاناه كثيره، يعني نقول احنا عمال نروح ونرجع ما يهمنا اذا نتاخر، بس الموظف عنده التزامات، عنده مثل ما يقول وقت محدد لازم يروح ويرجع بيه. والزحامات هذا الوضع يعني انت تشوف شوفت عينك، يعني ضغط قوي على الجسور، ازدحام والله حيل حيل متعب، يعني الناس كلها جاي تعاني كل. فالطالب والله انه ترجع الجسور مثل قبل ونقول ان شاء الله احسن، وان شاء الله يا ربي خير نقول.